أهلا وسهلا بكم إلى هذا الموعد الجديد من قراءات، والذي سنتحدث فيه في هذه المرة عن موضوع قليل التناول من قبل المختصين. نتحدث عن مختصين في علوم التربية وعلم النفس، موضوع يعنينا كل الناس، ذلك أنه يتحدث عن تربية الأبناء. كتابنا اليوم هو دليل الآباء والأمهات في تربية الأولاد للأستاذة سميرة فكراش. أستاذة سميرة فكراش، أهلا وسهلا بك. وبكل المشاهدين والمشاهدات، اهلا وسهلا. استاذه سميره فكراش، انت مديره مركز البحوث والتطبيقات النفسانيه، مختصه في علم النفس الطفل، حاصله على ليسانس وشهاده ما بعد التدرج في علم النفس، وشهاده اخرى في علم التسيير في شيء اخر تماما. ولديك كتابان، الكتاب الأول هو دليل الآباء والأمهات، هذا الذي نتحدث عنه اليوم، وعندك كتاب هو أسماء ومعاني. أستاذة سميرة فكراش، ما رد اهتمامك بتربية الأطفال؟ تربية الأطفال موضوع اللي فيه علاقة كبيرة، لأن ما نعيشه في حياتنا اليومية من مناظر لطريقة التعامل مع الأطفال، بقدر ما مأساة أي زوجين هو عدم الإنجاب، بقدر مأساتهم أيضا مشاكلهم مع أبنائهم في طريقة تعاملهم مع الأبناء وفي طريقة التربية اللي نقدمها لأبنائنا. للأسف الكثير من الأزواج بمجرد ما بعد حفل الزفاف، بعد كل تحضيرات للزواج، شغلهم الشاغل هو أنه يكون عندهم أبناء، لكن كيف نحضر لمجيء هذا الابن؟ كيف نحضر لطريقة تعاملنا مع هذا الابن؟ كل التحضيرات هي ماديات، غرفة الطفل، جهاز المولود الجديد، لكن كيف سنتعامل مع أبنائنا؟ هل نتشاور ما بيننا كزوجين حول طريقة تعاملنا مع أبنائنا من الأشياء الغائبة في تعاملاتهم؟ تبدأ المشاكل في عمر 3 سنوات 4 سنوات، إذا كان فيه تأخر لغوي، إذا كان فيه تبول ليلي، ونتماطى في طريقة العلاج وفي السؤال عن هذا المشكل. كثير من الحلول تأتيهم من بعض النوافذ عن طريق وسائل الإعلام، من خلال برامج إذاعية أو تلفزيونية، اللي خلت أن الأولياء الآن فيه وعي أكثر بطريقة التعامل مع الأبناء، وأيضا كيف نحضر أنفسنا لكي نكون أولياء، وكيف نؤهل أنفسنا أيضا لهذا المهنة اللي هي مهنة على مدار 24 ساعة عندما نكون أب أو أم، ما هوش لساعة أو ساعتين كمربية اللي راح يعني تعتني بالأطفال لست ساعات أو 8 ساعات في اليوم، لكن هي مهنة ل 24 ساعة. فكيف نؤهل أنفسنا لأن نكون أب وأم، وكيف نصحح من أخطائنا؟ ما كاش أب أو أم مثالية، كلنا عندنا أخطاء، كلنا عندنا ممكن نجرب وسائل اللي فات عليها الزمن ولا تتلائم مع حياتنا المعاصرة، مع حياتنا اليومية، مع البيئة اللي نعيش فيها، لأن من بيئة إلى بيئة أشياء كثيرة تتغير، لكن فيه أساس، فيه قواعد اللي لازم نعرفها ولازم نأهل أنفسنا لها. أب وأم 2019 ما هوش أب السبعينات، ما هوش أب الخمسينات، ما هوش أب الثمانينات، يعني فيه تغيرات، فيه متغيرات كثيرة في حياتنا. وأنت تطرحين الإشكالية الكبرى، الأستاذة سميرة فكراش عندها دبلوم دراسات عليا في التسيير، وعندها دبلوم آخر شهادة عليا في علم النفس وعلوم التربية، أطروحة في علم النفس وعلوم التربية، وتختار علم النفس وعلوم التربية، وتختار تربية الطفل. أنت كشخص، لما الاهتمام بالذات بتربية الطفل؟ تربية الطفل نعتبرها أنها هي الأساس في حياة أي مجتمع، ويعني عندي
نقول لك نغزه صغيره، كي نكون في الشارع ونشوف طفل يهان، نشوف طفل يعذب، لان كل انواع العنف الممارسه على الطفل للاسف انه في مجتمعنا بقدر ما نحب الطفل بقدر ما نعذبه بقدر ما نعنفه. عندما نشوف اولياء بطريقه يعني في 2019 مازالوا يتعاملوا بطريقه العنف الجسدي بالعنف اللفظي اللي هو تدميري لحياه الطفل، كل من مر بماساه وكل من مر ب مرحلة كان فيها عنف في حياته تبقى يعني يحملها كحقيبة في حياته كلها. فيجب أن نوصل إلى هذا الوعي وإلى النضج داخل المجتمع على أن العنف ما يربيش، العنف يخلي الإنسان يخاف، لكن الاحترام يفقد بمجرد الشخص هذا يكون غايب فيه أفكار حتى إذا ما قلناهاش علنا لكن خفية، لكن في باطننا راح نفكر فيها وأفكار سوداوية راح تخيم على حياة الفرد. فمن هنا جاء الاهتمام بعلم النفس الطفل ومحاولة أنه نزرع بذور لوعي داخل المجتمع على أن لا نربي بالعنف، لا نربي بالترهيب، لا نربي بإعطاء قدوة سيئة لأطفالنا، بالعكس لازم نحببهم في الحياة، نحببهم في العلاقات الاجتماعية، نخليه أنه يكون عنده ثقة في نفسه في قدراته في إمكانياته. ما هوش لأنه ما تحصلش على علامة جيدة في الامتحان على أنه ما هوش ابني، على أنه منبوذ، على أنه إنسان فاشل. كم من شخص اللي كان آخر واحد في القسم في الابتدائي كان هو يعني أول في دفعته في الجامعة، كم من شخص اللي يعني ممكن ما نجحش في الحياة الأكاديمية في مثلا في 9 سنوات الأولى من الحياة المدرسية لكن راح إلى التمهيل وكان من أشخاص الناجحين في حياته الشخصية وفي حياته المهنية. فلازم أنه نوصل إلى درجة داخل المجتمع على أنه لا نتعامل بالكم لكن نتعامل بالكيف. أبنائنا يحتاجون إلى الحب اللي نقدمه لهم، إلى الإنصات اللي نقدم لهم، إلى مرافقتهم، ما هوش محتاجين إلى معلم آخر في البيت، ما هوش محتاجين إلى شخص اللي يقول له ما نحبكش لأنك ما تحصلش على 10 على 10، لا نحبك لأنك ابني وأنت طرف مني وأنت كل متكامل، ممكن ما هوكش الأول في الرياضيات لكن أنت الأول في حسن الأخلاق، في تعامل مع الناس، في لطفك مع الناس، وهذا مهم جدا أيضا. يعني كثير في لسنوات عديدة في مجتمعنا ركزنا فقط على الكم، ركزنا فقط على الألقاب، ابني مهندس، ابني محامي، ابني، لكن ما هو درجة الأخلاق من الوعي داخل المجتمع هذا وضعناه جانبا. فهذا خلى أنه حفز فيا فكرة أنه نهتم أكثر بمجال علم النفس. وللأسف يعني حتى في الحقل الإعلامي ضئيلة جدا البرامج اللي تعنى بالتربية، بالعناية بالطفل، بطرق التربية، بطريق وسائل المرافقة للأهل، لأن ما ننساش أنه حياتنا في 2019-2018 إلى آخره ما هيش حياة اللي كانت في السبعينات والستينات وإن كانت العائلة الكبيرة وإن كان الشارع يربي، العائلة الكبيرة تربي، كل المحيطين في حياة الطفل يربيه. الآن أصبحنا نستعمل كلمة الأسرة النووية بالرغم من أني ما نحبهاش كثير، لكن فعلا هي الحياة اللي رانا نعيشها الآن. أزواج عندهم بيتهم، حتى إذا ما كانش عندهم بيتهم عايشين مع العائلة الكبيرة لكن عايشين في غرفة، وكل واحد يرفض أنه تدخل الطرف الثالث ولا نتقبل النقد. وأصبحنا دخلنا في مجتمعنا في النقد الذاتي، ما هوش النقد الموضوعي النقد البناء، يعني حتى إذا كان النقد هو لتدمير الآخر، ما هوش أنه نعطيه انطلاقة ودفعة للذهاب نحو المستقبل، عكس ما كان مثلا في سنوات ماضية في الخمسينات والستينات وين كان فيه التدخل الطرف الثالث هو كان بناء، هو كان حتى إذا أخطأ الأب في التربية كان الجد هنا لأخذ بيد الطفل سواء ذكر أو أنثى ونحفزه الذهاب نحو الأمام. الآن أصبحنا يعني سؤالي هربنا هنا. منها أستاذة، سؤالي هنا بالنسبة للتربية، تربية الآباء، آبائنا وأسلافنا،
هل كانوا على خطأ في أمور معينة وكانوا مصيبين في أمور معينة؟ إلى أي مدى يمكن أن نصحح أن يصحح علم النفس وعلم التربية ما كان من أهلنا قديما؟ شوف، أهلنا قديما كان عندهم الكثير من الحكمة والنضج في التعامل. كان في المقابل طرق ما يسمى بالطرق التقليدية في التربية، من ناحية أنه كانت تبنى كثيرا على العقاب والعقاب الجسدي. كانت تبنى أيضا على النبذ، يعني نرفض الشخص هذا من الأسرة، نرفضه إذا كان مشكل الكل يسمع به، يعني ما بقاش هذاك التشاور وهذاك الحكمة والموعظة اللي ما بين شخصين فقط، مثلا ما بين الابن وابنه أو الأم وبنتها أو الأب وبنته. يعني كأنه مجلس العائلة يتدخل، وفي بعض الأحيان حتى القرية اللي نعيش فيها هي اللي كان فيه مجلس الشيوخ، هما اللي يقروا في أي مشكل يحدث. الآن ما يمكنش نطبق نفس قواعد التربية اللي كانت في تلك الحقبة الزمنية نطبقها الآن. فيها أشياء، لكن فيها أشياء اللي ممكن نستنبطها، ممكن نأخذها كقاعدة، مثلا الموعظة، الحكمة اللي كانت في الاستماع والإنصات لمشاكل الآخر. يعني ما هوش فقط نبقى كمشاهد كما رأينا الآن مثلا عايشين في مجمعات سكنية، الجار ما يدخلش روحه في الموعظة. عايشين في العائلة الكبيرة حتى إذا كانت الدار الكبيرة، لكن واحد ما يدخل في بحكمة أو بموعظة وبدروس الحياة اللي أصبحت المحاجيات اللي كانت في السابق اللي ما عندناش الآن. هذه أشياء اللي كان عندها دورها في التربية وكانت ترافق. المرافقة الآن راهي مختلفة. المرافقة الآن هي على أننا نكون في نفس مستوى متطلبات الحياة اللي نعيشها، ونتكلم مع أطفالنا بنفس اللغة. اللغة اللي يستعملها أبنائنا الآن ما هيش اللغة اللي كنا نستعملوها من قبل، من ناحية أنه الآن فيه تكنولوجيا أكبر في حياتنا. ما يمكنش تبقى مع طفل وتتكلم له على أشياء جامدة، لازم تروح في أشياء تفاعلية. الأشياء التفاعلية تأتي من كل وسائل التكنولوجيا اللي راهي متاحة أمامه. يعني حتى كأولياء أو كراشدين في حقل الطفل، نلقى أنفسنا أننا نقدم له ألعاب إلكترونية، نقدم له ألعاب فيها حركة، فيها ألوان، فيها ديناميكية اللي كانت مختلفة على ما كان في السابق. طرق التعليم أصبحت مختلفة عما كانت في سابقا. هل ممكن أنه الآن نقري أبنائنا بنفس الطريقة اللي قرونا إحنا بها أو اللي قروا أجيال اللي كانت من قبل؟ ممكنش. الطفل ما يتبعكش وراح يرفض هذا الأسلوب. ففيه أشياء أساسية، فيه قواعد. ونقول أنه دائما أنه أكبر مرشد لنا في الحياة في التربية هو ديننا الحنيف، يعني هو كل متكامل في كل أساليب التربية، المصاحبة لأبنائنا، المرافقة لأبنائنا، الإنصات لأبنائنا، الموعظة. يعني هي أشياء أساسية في الحياة. فيما بعد الآليات اللي راح نستعملها والطريقة اللي راح نتواصل بها مع أبنائنا راح تكون مختلفة عما كان مثلا في العشرينات من القرن الماضي عما هو الآن في 2019. علم النفس وعلم التربية، هذه الإنجازات التي تحققت في الغرب ونحن نتبناها اليوم، أنت مثلا باحثة في علم النفس وغيرك نظريات، مثلا بالنسبة للضرب تعرفي بياجي يقول لك لا تضرب ابنك أو الطفل ولو بزهرة. إلى أي مدى هذه النظريات وهذه الممارسات وهذه الأفكار اللي في الغرب التي ولدت في بيئات أخرى وبثقافات أخرى بمعطيات أخرى، إلى أي مدى يمكن أن تطبق على مجتمعاتنا العربية الإسلامية وأنت تتحدثين عن التربية بالمفهوم الإسلامي؟ يعني لو نرجع في يعني من منظور التربية من المنظور الإسلامي، نلقى أن العنف منبوذ فيها ولا يحبذ الرجوع إلى الضرب للتربية. المرافقة هي الأساس، يعني في صاحب أبنائكم. صاحب أبنائكم، فهذه هي أساس التربية. فكل التجارب بينت لنا الآن أن الضرب ما يعطيش مفعوله، على أن الضرب يدمر حياة الطفل ويدمر العلاقة الأسرية ويدمر العلاقة الزوجية. وبمجرد ما نرفض
أول مرة يدنا على طفل راح تأتي المرة الثانية وتأتي المرة الثالثة. فيه أولياء اللي كانوا يجوني في الاستشارة ويقول لك لا نضربه ضرب خفيف. ما هو ضرب الخفيف؟ هل قوتك أنت كشخص كأب أو كأم اللي نقوله يعني الحجم المتوسط راح يكون 50 كيلو، وبطفل اللي عنده 6 أو 10 كيلو هذا يعني ضرب خفيف؟ ما يمكنش القوة تكون دائما. وكيف يصور للطفل صورة هذا الأب أو الأم اللي راح يضربه؟ يعني لازم نوضع أنفسنا مكان هذا الطفل. كنا أطفال، نأخذ من تجربتنا ما هي الأشياء اللي كنا نرغب منها فيها، وما هي الأشياء اللي كنا ننفر منها، ما هي الأشياء اللي ساهمت في بنائنا، وما هي الأشياء اللي دمرتنا. كل واحد فينا عنده جانب خاص به محتفظ به وما يقدرش أنه يعلنه للآخر، وحتى إذا تكلم عليه يتكلم عليه بطريقة عابرة، لأن فيه أشياء جروح اللي صعب جدا أننا نداويها ونتجاوزها في المستقبل. فالتربية عن طريق العنف الجسدي خاصة والعنف اللفظي تدميري لحياة الطفل. وأنا من الأشخاص خاص اللي ننبذ هذا النوع من السلوكات، وبالنسبة إلي أنه بمجرد ما يعني سمحنا لأنفسنا أننا نرفض يدنا على طفل مرة واحدة، هذا راح يخلي أنه هي دوامة، وراح تكون مرة الأولى وتكون الثانية إلى ما آخر إلى آخره. هي نفس السيناريو لضرب الزوج لزوجته، بمجرد ما يضربها أول مرة راح يكون مرة ثانية ومرة ثالثة ومرة رابعة إلى آخره. فلازم نعلم أنفسنا ضبط النفس. ضبط النفس هذه أكبر حكمة ممكن الإنسان يكون يتميز بها، وضبط النفس مع الطفل يعني أكبر إنجاز، لأن الطفل راه في مرحلة بناء الذات، في تنشئته من ناحية العاطفية، من ناحية الفكرية، من ناحية الاجتماعية، من ناحية الروحية. في هذا المرحلة، في هذا التنشئة هو راه في رحلة، راه في فضول، فيه استفزاز للآخر أنه إلى أي مدى ممكن أنه نخلي الآخر يخرج على التحكم في ذاته، إلى أي مدى الآخر هو قدوة بالنسبة إلي. بمجرد ما تضرب الطفل راح يضرب من هو أصغر منه أو راح يرجع الضرب. نتذكر سيدة تقول لي الإبن ديالي كنت نرضعه عضني ضربته عاود عضني. نفس يعني هي طريقة، هو حلقة مفرغة تكون ما بين الطفل والأم دياله في العلاقة الثنائية. فيما بعد هذا الطفل هذا الصبي راح ينتقل إلى علاقة ثلاثية، إلى علاقة فيها أشخاص آخرين. وبمجرد ما نتعامل بالعنف في موضع معين، راح هذا العنف هذا راح يضاعف ويكون أكثر في حياته الأسرية وحياته الاجتماعية أيضا. وطرق التربية القادمة من الغرب الآن أريد أن أسمعك، هل تطبقينها أنت كما هي أم تحاولي التكييف مع وضع مثلا جزائري عربي إسلامي معين؟ ما يمكنش أن نطبق أي نظرية بطريقة بحذافرها، يعني دائما فيه تكيف مع الوسط الاجتماعي اللي نعيش فيه، مع الوسط الفكري اللي نعيش فيه أيضا، ونطبقها على من مجتمع إلى مجتمع راح تكون مختلفة. ما يمكنش أن نأتي بفكرة أنه ما يأتينا من الغرب هو أحسن، أو ما يأتينا من الغرب لا نرفضه. لا، هي نتعلم ناخذ ما هي الاشياء اللي تلائمنا، ما هي الاشياء اللي تناسب مع حياتنا الاجتماعيه، مع حياتنا الروحيه، مع حياتنا النفسيه، ونستعملها في طرق التربيه، ولكن ايضا في طرق التواصل مع الاخر. وهنا اللي ممكن اننا نبني انفسنا بطريقه سويه وسليمه، لكن انه نعتقد انه ناتي بنظريه ونطبقها بحذافرها هذا غير ممكن، لأن يعني متغيرات مختلفة، الواقع مختلف، والبلد المنشأ مختلف أيضا. إلى أي مدى يمكن أن نتحدث عن الأولياء ونقول إنه ينبغي عليهم أن يطلعوا على كتب مثل هذه، على حصص إذاعية تلفزيونية، وعلى كل هؤلاء الذين يتحدثون عن اختصاص هذا تربية الطفل؟ يعني من المفروض أنه الاطلاع على علم نفس الطفل وعلم نفس التربية مهم جدا في حياة، يعني هو ثقافة عامة
من المفروض أنها تكون وفضول يكون عند كل الأزواج المقبلين على الزواج وكل الأزواج المقبلين على أنهم يكونوا أباء وأمهات. ومن المفروض أنه يكون عندنا هذا الفضول للتعرف على خصائص الطفل، التعرف على كل المراحل النمائية في حياة الطفل، والتعرف أيضا على الخصائص المعرفية في حياة أبنائنا. لأن للأسف ما نلاحظه في مجتمعنا، وهنا يعني فيه موضوع في الكتاب مثلا على تسجيل أبنائنا في سن جد مبكر في المدرسة، كانت موضة ولا زالت لا ديروغاسيون على أنه في بداية السنة نحاول ندخل طفلنا في عمر 5 سنوات ندخله سنة أولى. لكن ما هي أضرارها على حياة الطفل؟ الطفل هذا ما هوش فقط جانب معرفي، ما هوش فقط تلميذ نجيب راح يكون في المدرسة، لكن هو حياة نفسية، حياة انفعالية، حياة عاطفية. هل فكرنا في هذا الجانب؟ هل عارفين ما هي خصائص الطفل ومراحل النمو اللي يمر بها؟ أنه كل مرحلة في حياة الطفل مهمة جدا، ولهذا عيد ميلاد الطفل مهم، ما هوش مهم من ناحية أنه احتفال فقط، لكن مهم أنه كل يوم في حياة الطفل في السنة راح يتعلم فيه شيء جديد. الطفل أقل من 7 سنوات جريمة أني نعطي له قلم ونقول له اكتب، جريمة أني نقول له عاود يعني انسخ لي صفحة أو صفحتين، لأن ما عندوش المؤهلات لهذا، لا من ناحية المعرفية ولا من ناحية الحركة أيضا. هل طفلي في عمر 6 سنوات أو 5 سنوات أو 4 سنوات عنده هذاك النضج باش ياخذ القلم ويكتب مدة نصف ساعة؟ ما عندوش هذا. يعني هذا يعني ضغط رانا نعملوه على أبنائنا، ضغط نفسي، ضغط انفعالي، وضغط جسدي أيضا. كثير من الأطفال في سن 10 سنوات 11 سنة يرفض يقرأ. لماذا؟ لأنه وضعنا عليه ضغط كبير من قبل. الموضة اللي رانا نشوفوها الآن يعني في مجتمعنا على أنه الأولياء يحطوا أطفالهم في روضة أو في قسم تحضيري ويقول لك راهو يقرأ 10 مواد وراهو يتعلم أو يكتب. هو التفاخر، التفاخر هذا على حساب أبنائنا، على حساب راحتهم. لو نأخذ مثلا التجربة اللي في بلدان غربية، أين أخذ الطفل اللي قلم ما يكونش إلا في عمر 8 سنوات، هذا اهتمام أكبر بالجانب نمو الطفل من ناحية الجسدية، من ناحية العضلية، من ناحية الحركية، ومن ناحية النفسية والإفعالية. هنا ممكن أن نأخذها كنموذج، لأن هنا مراحل نمو الطفل هي كلها عالميا نفسها. فيما بعد كيف نؤقلم برامجنا، كيف نؤقلم محتوى البرامج، هذا يرجع لنا. لكن فيه أشياء أساسية لازم نعرفها كأب وكأم. عندما نعرف خصائص الأبناء في كل مرحلة عمرية، نعرف ما هي مراحل النضج، نعرف ما هي مخاوف أبنائنا في كل مرحلة. وهنا يعني فيه موضوع في الكتاب حول مخاوف الطفل في كل مراحل، يعني من الولادة إلى سنوات التمدرس. هذا يخلينا نتفهم أكثر. مثلا عندما الطفل يجي في الليل ويقول لك خفت من الظلام، خفت من شفت حركة داخل الغرفة، هذه أشياء موجودة في حياة الطفل ولازم نعرفها ونعرف في أي مرحلة تظهر. عندما نجبر طفلي اللي عنده سنة ونقول له لازم تسلم على شخص وهو يرفض، هذا قلق الغريب في عمر في شهر 8 أشهر، ما هوش لأنه ينكر كما نقولوها في المجتمع ديالنا، لكن هي مرحلة مهمة في بناء الطفل، لأنه بدأ يميز على أنه فيه أشخاص غرباء على الأب والأم، على أنه فيه أشخاص اللي ما هوش متعود عليهم وفيه تأهب من هذا الشخص. هذه أشياء أساسية نكون نعرفها كأب وكأم. ولهذا يعني ما يمكنش نكون متفهمة الآن مثلا مع أب أو أم في 2019 اللي يجي ويشتكي من شيء اللي من المفروض أنه يعرفوا الأساسيات. عندما نشوف المستوى التعليمي في الجزائر أنه مرتفع، عدد الأشخاص اللي متحصلين على شهادات مرتفع، والأساس أنه في طريقة التعامل مع أبنائهم ما يعرفوهش، أنه مراحل نمو الأطفال ما يعرفوهاش، هي أشياء من المفروض أنها تكون من الأساسيات كأب وكأم. ولهذا نرجع إلى مبدأ أنه أب وأم هي مهنة، كل يوم نطور من أنفسنا. عندما نشتغل راح نروح دورات تدريبية ونأهل أنفسنا لاكتساب معارف. نفس الشيء عندما نكون أب وأم لازم نأهل أنفسنا، نأهل ونتعرف على معلومات جديدة ونتعرف على وسائل جديدة في التواصل مع الأبناء ونكون النموذج الحقيقي لهم. أنت قلت لي قبل أن ندخل أنك في هذا الكتاب جمعتي اهتمامات الناس من خلال
الآباء الذين يقصدونك من أجل الاستفسار عن أمور معينة. إذا الكتاب هذا هو القضايا المهمة هكذا. بالفعل هو قضايا المهمة في التي يعني ترجع دائما في تساؤلات الآباء والأمهات، سواء في الأشخاص اللي يجيوا في الاستشارة أو عن طريق برنامج اللي كان في القناة الأولى في الإذاعة، وكان متابع بشكل كبير. بالفعل وكان برنامج أسرتي اللي دام أكثر من 10 سنوات، وكان فيه تفاعل كبير مع المستمعين والمستمعات اللي كانوا يتصلوا كثير بالبرنامج، وكان فيه أسئلة. فهنا حاولت أني نجمع الانشغالات اللي ترجع كثير في تساؤلات الأولياء، وأنها تكون ولهذا سميناه دليل على أنه بمجرد ما عندي سؤال ممكن أنه نجد الإجابة الأولى على المشكل، وفيما بعد إذا كان لازم استشارة نروح الاستشارة، لكن على أن فيه شيء اللي ممكن يوجه الأولياء في حياتهم كأب وكأم، ويكون يعني سند لهم في حياتهم التربوية، لأن أول مدرسة للطفل في حياتهم الأب والأم هي الأسرة، فلازم نعطي له القاعدة بطريقة سوية، ماهوش أنه الأساس يكون هش وفيما بعد نكون أمام مشاكل عديدة ومتعددة، خاصة فيما في الشبح الكبير الأولياء اللي هي مرحلة اليافعين أو ما يسمى تقليديا بمرحلة المراهقة، اللي هي في الأساس مرحلة استدراكية لكل المشاكل التي لم يتم حلها في الطفولة، العقد القديمة اللي محليناهاش في الوقت الملائم، وراح ترجع في هذه مرحلة الاستدراك اللي هي مرحلة المراهقة، وتختلف درجتها من طفل إلى آخر، من شخص إلى آخر، ومن مراهق إلى مراهق، على حسب الأذن الساغية اللي تكون داخل الأسرة، اللي هي أول أذن الأم والأب، وفيما بعد الأشخاص المحيطين بهذا الحقل التربوي. بصراحة أستاذة، وأنت عندك احتكاك دائم بالأولياء، هل يهتم فعلا الآباء باقتناء كتب، بالاطلاع، بالبحث الأنترنت وغيرها؟ هل وبخاصة أصحاب الشهادات، هؤلاء الذين تخرجوا من الجامعات 2019، هل تغيرت الأمور بالنسبة لثقافة التربية؟ فيه اهتمام أكبر بحقل التربية، بتحسين مستوى الأولياء في طريقة تعاملهم وتواصلهم مع أبنائهم، فيه رغبة في الاطلاع وفي القراءة، في الرجوع على، ولكن نقول أنه من الأخطاء اللي يوقع فيها للأسف الكثير من المثقفين ذوي الشهادات أنه مباشرة يروح للإنترنت، لكن الإنترنت فيها الشيء الصحيح وفيها الشيء الخطأ. ممكن نلقى المعلومة الصائبة، ممكن نلقى المعلومة اللي تهدم من الحياة الأسرية. مهم هذا التنبيه، مهم جدا. وكل الأولياء وخاصة السيدات اللي يمضوا أوقات كثيرة على الإنترنت وعلى مواقع التواصل، ما يسمى بالتواصل الاجتماعي، وفي بعض الأحيان يأخذوا نصيحة من أشخاص ما همش أهل الاختصاص وما همش على دراية حقيقة ما يمكنش أني نعطي نصيحة هكذا يعني وأنا ما نعرفش التفاصيل الحياة الأسرية. ممكن أنك تأخذ نصيحة من شخص اللي ما عندوش مؤهلات لهذا، وتزيد من الطين بلة وتزيد من شدة المشاكل. في بعض الأحيان يحدث لي أنه نطلع على بعض البلوغ وبعض المواقع التواصل الاجتماعي اللي نقرأ فيها أشياء اللي ما يمكنش أنه حتى نتخيلها، ما يمكنش أن نتخيل أنه شخص ينصح بهذا، مثلا أني ننصح أنه نعاقب ابني لما تحصلش على علامة جيدة على أني ننزع عليه الطعام أو نغلق عليه في غرفة، أو هذه أشياء نقول بدائية في التعامل، ما هيش لا أساس لها من التربية. عمرنا ما نعاقب الطفل، هنا فيه يعني جزء في الكتاب على مخاطر العقاب، أنواع العقاب المختلفة، وأنه نعاقب مثلا طفل بمنعه من أكلة معينة أو من الطعام، هذا تدميري، هذا راح فتحت بوابة لمشاكل نفسية لا متناهية، منها مثلا مشكل تراجع الشهية لانوغيكسي، أو مشكل
مشكل شراهة في الأكل لابوليمي، واللي صعيب جدا فيما بعد أن نعالجها. تتحدثين عن بدائل للضرب. الضرب يعني كيف في الكتاب. في الكتاب نتحدث على بدائل العقاب وكيف نتواصل أكثر مع أبنائنا وكيف نكسب ثقتهم ويعرفوا أن الأذن الساغية راهي داخل الأسرة، أن أي مشكل عنده حل، ما كاش مشكل ما عندهش حل. يعني كثير من الأمهات والأباء بعض الأحيان يقول لي راني خلاص في مانيش نشوف مخرج للمشاكل اللي عندي داخل أسرتي في تعاملي مع أبنائي. نقول لهم لا، الحل راهو بين يدكم، فقط الإنسان لازم يكون عنده الوقت أنه يوقف وقفة مع نفسه ووقفة مع ذاته، كأنه إنسان يكون أمام مرآة ويشوف الشيء اللي ما كانش يشوفه من قبل. وهنا راح نشوف أنه الحل بين يدينا، فقط لازم نتريث ونتقرب من الآخر. يعني العقل لازم نستعمله، ماهوش أنه عندنا عقل وما نستعملوش، ماهوش ما يكونش إنسان يفكر في مكانك. التفكير هو شيء شخصي، شيء هي ملكة فردية اللي تتقاسم جماعيا، فلازم نعرف نستعملها ونستغلها أحسن استغلال في تحسين من يومياتنا وتحسين من نوعية حياتنا الأسرية. كيف تنصحين وأنت فتحت بابا مهما للاطلاع على الإنترنت وبعض المواقع التي توجه الآباء توجه الأمهات توجههم بالوجهة الخاطئة، كيف يمكن للآباء الذين يستمعون يشاهدوننا الآن، بما تنصحين كيف تفادي هذه المواقع؟ أولا نعرف أن مواقع خاصة تلك اللي ما عندهاش الطابع العلمي أنها فيها خطر كبير. وإذا كنا في هذيك الدردشة اللي رانا نشوفوها اللي في كثير من المواقع، الدردشة للدردشة ما هيش تكون بناءة، فلازم نحسن الاختيار، نحسن الاختيار مع من نتحدث، ما سأكتسبه من الآخر. إذا كانت دردشة كدردشة نقول بين قوسين دردشة الحمام، مش حتكون بناءة ومش حتغير لي من نوعية حياتي ومن نوعية حياة أسرتي. فيجب أنه نكون أكثر انتقاء في المواقع اللي نتصفحها، في المعلومة اللي ونتأكد من المعلومة اللي نتلقاها، وأحسن مرجع هو الكتاب، لأن الكتاب عارف من هو صاحب الكتاب، من هو المؤلف، ما هي المصادر اللي استعملها. وهذا مهم جدا في أنه تكون عندنا معلومة يعني واضحة، معلومة صحيحة، واللي نستعملها ونستغلها على حسب اهتماماتي وعلى حسب الحاجة الآنية ولكن أيضا في المستقبل. أنت أستاذة تتحدثين بشكل جيد عندما يتعلق الأمر بتربية الطفل، وأنا وقتي ضيق استسمحك لي أن أوقفك الآن، ولكن أسألك عن كتابك الثاني هو أسماء ومعاني. ما هذا الكتاب؟ أسماء ومعاني هو مجموعة من الأسماء والمتداولة في مجتمعنا، في المجتمع الجزائري، وكانت يعني أيضا يعني تحت إلحاح كثير من المستمعين والمستمعات اللي كانوا يتصلوا في برنامج أسرتي. كان عندي ركن اسمه أسماء ومعاني، ويقدموا أسماء لأبنائهم ويحاولوا يبحثوا عن معنى الاسم. وكان هذا لحسن اختيار الأسماء، لأن كثير من الأشخاص يحملوا أسماء اللي في مع الوقت اللي يرفض أنه تكون بطاقة تعريفه في الحياة. فيها أشخاص اللي وصلوا إلى المحاكم لتغيير اسمهم، فيها أسماء اللي ما تناسبش مع المجتمع، فيها أسماء اللي تدفع إلى السخرية والاستهزاء من قبل الآخر، لأنها أسماء مختلطة بين الذكور والإناث، وتوجد في مجتمع على أنها اسم لذكر، في مجتمع آخر هو اسم لأنثى. والآن أنه العالم هو قرية صغيرة، أصبح يعني الاسم اللي كنا نستعملوه في السابق ونعتبروه أنه اسم جزائري، أصبحنا نعرف أنه مستعمل في بلد آخر أو في قارة أخرى، مثلا في عوض أنه يكون اسم لذكر هو اسم لأنثى. فحاولت أني نجمع مجموعة من الأسماء للذكور والإناث ونقدم معانيها على أنها من أين منشأها، والمعنى الاسم، ونكون أنه دائما نبحث على حسن
حسن الاسم، وهذا أيضا يرجع في ديننا على أننا دائما نحسن اختيار أسماء أبنائنا، وأن هذا البطاقة التعريف تكون بطاقة لتعطي القوة وتعطي الثقة في الذات لأبنائنا في حياتهم، وتكون سندهم في الحياة المستقبلية. ويعني نضع جانبا كل ما هي أسماء اللي ممكن أنها تبعث إلى الخجل، تبعث إلى الاستهزاء والسخرية. شكرا لك أستاذة. أتمنى أن يطلع الآباء والأمهات على قضايا تربية وقضايا تربية الأبناء على الأخص. شكرا لك. شكرا وأنتم مشاهدي الكرام، شكرا لكم على المتابعة. نلتقي بعد أسبوع إن شاء الله. إلى اللقاء.